السلام عليكم. النهارده هنتكلم على حاجتين مهمين في الماشين ليرنينج. اول حاجه تري كلاسيفايرز. التري كلاسيفايرز هي دي كلاسيفيكيشن ميثود. يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ يعني بتصنف، يعني تقول ان ده كذا وده كذا، ده برتقان وده تفاح، ده خضار وده فاكهه، ماشي؟ فتعتبر انها من اسهل الطرق بتاعه وانها لها الجوريزم واضح، يعني ماشي، ما فيهاش اسامبشنز على اللينيرتي. طيب الهيستوري بتاعها ايه؟ ان هي بدات بالكارت اللي هو كان سنه 77 فريدمان اخترع حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اند ريجريشن تريز. بعد كده بقى عندنا الاي دي 3 والسي 4.5 فاميلي، ده كان من 79 ل 83. وبعدين في التسعينات بداوا ايه يحسنوا شويه في الطرق دي بحاجه اسمها بروننج ونيوميريكال فيتشرز وحاجات تانية غير كده، تمام. طيب ايه الابلكيشنز بتاعتهم؟ اول حاجه الابلكيشنز بتاعتهم او منها الزراعه البوتاني، اوكي، الميديكال ريسيرش زي الابحاث اللي على السكر، وحتى الاوبئه اللي زي اللي احنا فيها دي دلوقتي، والكمبيوتيشنال بيولوجي زي الانتر اكشن بتوين الجينز والتحليل بتاع الدي ان اي والار ان اي والحاجات دي. طيب ليه بنسميهم تريز؟ عشان ده شكل واضح ممكن البني ادم يتخيله بسهوله. بس الديسيجن تري دي بتبدا من مش زي الشجره العاديه. الشجره العاديه بتبدا من الجذر اللي هو الروت وتطلع لفوق، اوكي، بس التري بتاعتنا هنا بتبدا بالعكس، بتبدا من الروت وتنزل لتحت، ماشي. الفكره ان احنا بنبعت الاكزامبلز دي داون ذا تري مش اب ذا تري، ماشي. طيب ايه الستبس بتاعه بيلدينج التري؟ ان احنا بنبدا من الروت نود، بنبدا من نقطه اساس فيها كل الاوبشنز الممكنه، ماشي، ونبدا بعد كده greedy selection of the next best feature. يعني ايه؟ يعني اختار انا هروح فين، ماشي، يمين شمال، هتفرع ازاي، همشي ازاي، ايه اللي بيحدد لي همشي الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ حاجه اسمها النود بيوريتي، ماشي. الكلاس ماجوريتي دي حاجه هنعملها على الليفز. الليفز اللي هي ايه؟ اللي هي اخر حاجه في الافرع بتاعتنا. الكلاسيفيكيشن بيحصل ازاي؟ اول حاجه بيبقى عندي given training data x1 y1 لغايه xn yn. طب ايه x1 y1 دول؟ الx دي element من r of d، والy ده discrete qualification. يعني ايه؟ يعني ان هو discrete qualification، يعني حاجه تنتمي لy بتحدد لي انا ايه الكواليفيكيشنز بتاعتي، ماشي. طيب y بتساوي minus 1 او plus 1، اوكي، او y بتساوي 0 1، ماشي. ده ال given، ماشي، يعني كل input x لي نتيجة y، كل input x لي نتيجة y، تمام، minus او positive او 0 او 1 زي ما احنا عايزين. طيب ده ال given. ايه اللي انا عايزه؟ التاسك بتاعي ان انا اطلع classification function، احدد طريقه ان انا اعمل كلاسيفيكيشن. ده ابيض، ده اسود، ده تفاح، ده برتقان، اوكي، ماشي. يعني انا عندي مجموعه من الفاكهه بتمثل لي الاكس. الواي دي هقول لو كان التفاح، لو كان التفاح هيبقى اديها 0، لو كانت برتقان هديها 1. يبقى انا كده عملت كلاسيفيكيشن ولا لا؟ عملت كلاسيفيكيشن. طيب عايز احدد فانكشن، معادله تعمل لي الموضوع ده، ماشي. نبص على اكزامبل تانية، نقول ان انا عندي ايه الهايست ديجري بتاعتي، ايه الشهادة اللي انا واخدها، ايه الاكسبيرينس بتاعتي، ايه اللانجوج اللي انا ببرمج بيها، هل انا محتاج ورك فيزا ولا لا. يعني ايه ورك فيزا ولا لا؟ يعني انت لو هتشتغل برا، هل انت مؤهل ان انت تشتغل من غير ما يعملوا لك اجراءات ولا لا، اوكي. هنقول هنا انا عندي واخد بكالوريوس، بشتغل في موبايل ديفلوبمنت، واللانجوج بتاعتي اوبجكتيف سي، ومحتاج ورك فيزا، هيشغلوني ولا لا؟ هيشغلوني، اوكي. طب نشوف واحد تاني مش هيشغلوه. انا هنا عندي بي اتش دي، بس بشتغل في الويب ديفلوبمنت، بشتغل اوبجكتيف سي برضو، ومحتاج ورك فيزا، لا، يبقى انا مش هشغله. واضح من الاختيارات بتاعتي ان انا محتاج حد ايه؟ غالبا محتاج حد الويب ديفلوبمنت، ده حددت لي ان انا مش عايزه، مش عايز حد بيشتغل ويب مع سي، اوكي.
تمام. طيب انا هل ممكن اخد حد ويب؟ او ممكن اخد حد ويب، انا خدت اهو ماسترز وويب وجافا ومش محتاج ورك فيزا، فيبقى في الاختيارات بتاعتي جمعتها واعطتني ان انا هشغله. اوكي ماشي تمام. اكزامبل بتاعتنا هو معاه ماسترز اوكي والورك اكسبيرينس بتاعته اليو اكس ديزاين، بيشتغل بالجافا ومحتاج ورك فيزا، اشغله ولا ما اشغلوش؟ ايه اللي هيحدد لي الكلام ده؟ ان انا هبدا اشوف التري بتاعتي. ايه الفيفوريت لانجويج بتاعته؟ جافا يبقى يس، اوبجكتيف سي يبقى نو. اوكي الهايست ديجري بتاعته باتشرال ماسترز بي اتش دي، وابدا احدد على اساسهم انا في الاخر هوصل لنقطه اختيار ايه، هي دي اللي هتحدد لي هاخده ولا مش هاخده. اوكي ايه الطريقه بتاعه التقسيم في اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده؟ كان اكزامبل عام يعني. ايه الطريقه بتاعه التقسيم بتاعه السي 4.5؟ اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اختار النكست اتريبيوت تو سبليت اون، اختار ايه اللي هيحدد لي ان انا اقسم هنا. ماشي. الحاجه الثانيه ان انا محتاج نوع من الكرايتيريا تقيس لي الهوموجينيتي او الامبيوريتي بتاعت الاكزامبلز اللي في النودز. يعني ايه الهوموجينيتي والامبيوريتي بتاعت الاكزامبلز اللي في النودز؟ هل هم دول يعني واضحين ولا مش واضحين؟ طيب ايه الكرايتيريا اللي انا بحتاج احدد على اساسها؟ ثلاث حاجات: اعمل كوانتيفيكيشن للميكس بتاع كلاسز لكل نود، اشوف دول كام ودول كام. اوكي اشوف الماكسيمم بتاع الايكوال نمبرز بتاع الاكزامبلز لكل كلاس، لكل نوع يعني كلاس. اشوف المينيمم بتاع اشوف المينيمم لو النود بتاعتي بيور. ماشي. يبقى عندي ثلاث حاجات: اول حاجه احسب الميكس بتاع كلاسز، عندي كام كلاس في كل نود. تاني حاجه احسب الماكسيمم لو كان عندي عدد متماثل من الاكزامبلز لكل كلاس، يعني الكلاس بتاع الكلاس A في 5 وكلاس B في 5، يبقى اشوف ايه الماكسيمم بتاعي. طيب امتى اشوف المينيمم؟ لو النود بتاعتي بيور. طيب معناه ايه الكلام ده؟ ان انا البيرفكت ميجر بتاعي هو الانفورميشن ثيوري. الانفورميشن ثيوري دي حاجه اسمها انتروبي، بتتقاس ازاي؟ بتتقاس بالمعادله دي. اوكي البي ده نسبه البوزيتيف اكزامبلز، والبي ماين البي بلس نسبه البوزيتيف اكزامبلز، والبي ماينس دي نسبه النيجاتيف اكزامبلز بتاعتي. ده المعادلة بتاعة الانتروبي اهي، بي بلس لوج للأساس 2 بي بلس ماينس بي ماينس لوج للأساس 2 بي ماينس، وده الشكل بتاع الانتروبي بتاعي، بتبدأ من 0 وتخلص عند 1. طيب عامة في كل الكلاسز الانتروبي بتتقاس ازاي؟ ان انا بعمل i equal 1 summation لغاية c، ده عدد الكلاسز، minus p of i log 2 p of i. ماشي. السبليتنج كرايتيريا بتاعت السي 4 بنكملها برضو. كل نود عندها قيمة معينة لمعادلة الانتروبي اللي احنا شفناها دي. ماشي. بتقيس ايه؟ بتقيس الهوموجينيتي بتاعت النود، قد ايه النود دي متجانسة مع بعضها. طيب ازاي اختار مين الاتريبيوت اللي اقسم على اساسه؟ اوكي يعني مثلا زي عندنا فاكهة مثلا، وانا قلت انا بختار برتقان وتفاح، ان انا اقسم على اللون مثلا، ان دي لونها اصفر ودي لونها اورنج مثلا. اوكي طب اختار على اساس الحجم، اختار على اساس الوزن، اختار انهي اتريبيوت هو اللي يقسم لي الحاجة بتاعتي، هو اللي يحدد لي. احنا بنستخدم الانفورميشن جين اللي بيقيس الاكسبكتد ريدكشن في الانتروبي. ماشي. دي معادلة الجين. اوكي بتبقى الانتروبي بتاعتك ناقص الفاليوز بتاعتك بتاعت الاي، الانتروبي بتاع الاس في على الاس، الاس في اللي هي دي النقطه اللي انت واقف عندها، والاس دي اللي هي التوتال. طيب نرجع للاكزامبل بتاعتنا، انتروبي بتاعتنا. اوكي انا كان عندي 8 يس و6 نو، يبقى ده العدد بتاعي. خلاص فين ده كان موجود؟ الاكزامبل دي اهي، انا كنت بادئ اهو. اوكي كان عندي 8 و6. اوكي 8 و6
يبقى عندي الياس 8 والنو 6 خلاص. بشوف الهايست ديجري باتشلر عندي الياس 3 والنو 2، عندي الماسترز ياس 4 والنو 1، البي اتش دي ياس 1 والنو 3. طيب هحسب الكلام ده ازاي؟ اول حاجة بحط انا عندي الانتروبي بتاع 8 و 6، عايز احسب الانتروبي بتاع 8 و 6 اوكي. يبقى 8 على 14، 14 ده اللي هو التوتال، تايمز لوج 8 على 14 دي البي بلس اوكي ماشي، اللي هي بي بلس اللي هي باخد الياس. يبقى 8 على التوتال اوكي، probability بتاعت 8 على 14 اوكي، وحسبت اللوج بتاع بي بلس اللي هو 8 على 14 ماشي كده. بعد كده باجي اشوف طب النيجاتيف، النيجاتيف اللي هو النو، يبقى 6 على 14 تايمز لوج 6 على 14 طلع لي 0.985. يبقى ده الانتروبي في المرحله دي ماشي، الانتروبي في المرحله دي 0.985. طيب نشوف الانتروبي بعد كده. هنا انا جيت هنا عندي ياس 3 ونو 2، هحسب بنفس الطريقه ماينس 3 على 5 لوج 3 على 5 ماينس 2 على 5 لوج 2 على 5 طلع لي 0.971. انتروبي بتاعت دي بحسبها بنفس الطريقه، انتروبي بتاعت دي بحسبها بنفس الطريقه. طيب عايز احسب الجين، الجين بالنسبه للهايست ديجري اللي هي النقطه اللي انا واقف فيها هيتحسب ازاي؟ الانتروبي التوتال اللي انا جبتها 0.985، الانتروبي التوتال اللي انا جايبها من اول نقطه هنا ماينس 5 على 14 في 0.971 اوكي. 971 دي فين؟ اهي اوكي، ماينس 5 على 14 في 0.72 اللي هي هنا، ماينس 4 على 14 في 0.811. ماشي نكمل. يبقى عندنا دي الاكزامبل بتاعتنا اهي، احنا هنا كنا شغالين على الهايست ديجري. نقدر نعمل نفس الكلام ده برضو، نجيب الجين لمين؟ للورك اكسبيرينس بنفس الطريقه بالظبط، عدد الياس وعدد النو ونجيب الانتروبي بنفس المعادله. نقدر نحسب الكلام ده للفيفوريت لانجويج نفس الطريقه، نطلع على الفرع اللي فوق ونشوف عنده 8 و6 وهكذا ماشي. ده اللي هنا ده النود الاساسي بتاعنا، ونحسب الانتروبي ونشوف الجين بتاع الفيفوريت لانجويج. اخر حاجه عندنا اللي هي محتاج ورك فيزا ولا لا، برضو بنفس الطريقة بنشوف الانتروبي بتاعها. يبقى ده كل الطرق بتاعت حساب الجين بتاعت الاربع options او الاتريبيوتس اللي عندنا. طيب نشوف الجنب على الانفورميشن بتاعتنا دي، طلعنا highest degree 0.14، work experience 0.18، favorite language 0.25، وneeds work visa تقريبا 0. طيب عشان نستخدم المعلومات دي نعمل ايه؟ ان احنا نقسم من الروت نختار الاتريبيوت اللي عنده ماكسيمم جين ماشي، وبعدين نعمل ريستارت للسيم بروسيس عند كل تشيلدرن نود ماشي، لو النود نوت بيور يعني مش جاي من الاساس. طيب نشوف اكزامبل تانية اهو، ده عدد البيبرز، عدد سنين العمل، الافريج، محتاج ورك فيزا ولا لا ماشي. تقدروا انتوا تشوفوها وتحلوها، تشوفوا هل هتعرفوا تحسبوا الجين وتشوفوا الاتريبيوتس بتاعتكم ولا لا خلاص. طيب يعني ايه اوفر فيتنج ذا داتا؟ اوفر فيتنج ذا داتا زي ما احنا بنقول مثلا على انا بحب استخدم الاكزامبل بتاع الاطفال، قلت لكم ان احنا بعلم الطفل، بعلمه على صوره واحده بس، قطه سيامي مثلا بس، واقول له دي قطه دي قطه دي قطه. لو شاف قطه شيرازي مش هيعرف هي ايه، قطه سيامي اللي ما عندهاش شعر وقطه شيرازي اللي عندها شعر كتير وطويل لونه ابيض ده. تمام، فده اسمه اوفر فيتنج، ان انا بعلمه حاجه بزياده فما يعرفش حاجه تانية خلاص. طيب عشان اتفادى الموضوع ده بالنسبه للتري، ان انا ما بقاش محدد لها حاجات معينة قوي فما اعرفش اخرج براها، واتريبيوتس معينة قوي فتبقى الدنيا عندي ايه اوفر فيتد او تطلع لي نتائج مش سليمة، اعمل ايه؟ ان انا استوب جروينج ذا تري ايرلير. يعني ايه؟ يعني
اوقف التقسيمه بتاعتي بدري بدري قبل ما تبقى بيرفكت قوي انها تكلاسيفاي تريننج اكزامبل. ماشي، بس دي حاجه صعبه ان انا اعرفها. اوكي طيب، ايه الحاجه التانيه اللي ممكن اعملها عشان افويد الاوفر فيتنج؟ ان انا اعمل تري بتاعتي كومبلكس وبعدين اعمل لها بروننج. يعني ايه بروننج؟ يعني تهذيب، يعني توضيب. اوكي يعني اعملها معقده جدا وبعدين ابدا انظم فيها، كاني مثلا عندي شجره منعكشه كده وبيقعدوا يقصقصوا الورق بتاعها لغايه لما تاخد شكل معين، ودي احسن طريقه. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ بستخدم فاليديشن سيت او حاجه اسمها كروس فاليديشن. الفاليديشن سيت دي يعني ايه؟ يعني ان انا بدخل له حاجات هو ما يعرفهاش. انا دلوقتي مرنته على حبه اشياء، عملت كلاسيفاير، الكلاسيفاير بتاعي عملته على حبه معلومات هو شافها وعمل عليها كلاسيفيكيشن وبدا يتعلم منها. عشان اختبر هل هو يعرف الحاجه دي ولا لا، لازم ادخله معلومات جديده عمره ما شافها قبل كده، دي بنسميها الفاليديشن بتاعي. ماشي، وكل ما الاقي ان البرفورمانس بتاعي في حته معينه مش بيتحسن، يعني انا دلوقتي عندي تقسيمه معينه اوكي قسمت زياده، لو الريزلتس ما اتحسنتش يبقى الحته الزياده دي ملهاش لازمه، يبقى اشيلها. ماشي، هو ده اللي ايه المفروض نعمله. طيب في نوع تاني اسمه الكارت زي ما احنا اتكلمنا في الاول، ده تقريبا زي الجريدي سيرش وبيبقى توب داون الجوريزم. ماشي، بيعمل باينري سبليتنج بدل مالتي واي سبليتنج. يعني ايه باينري سبليتنج؟ يعني ناحيتين بس، بدل مثلا تلات مقسمها تلات مرات او اربع مرات بيبقى بيتقسم على اتنين بس. ماشي، وبدل ما يبقى عندي بحسب الانتروبي عشان احدد هقسم فين او الاتريبيوتس بتاعتي ايه، بستخدم حاجه اسمها جيني اندكس. والجيني اندكس ده بيتحسب ازاي؟ اهي الطريقه بتاعت الحساب اهو، 1 minus b plus squared minus b minus squared. plus والماينس دول البوزيتيف والنيجاتيف اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. تمام، اوكي، ده الكيرف بتاع الانتروبي، ده الكيرف بتاع الجيني اندكس، هم قريبين جدا من بعض. في حبه حاجات practical لازم اخد بالي منها، ان انا اعمل consideration للperforming dimensionality reduction. يعني ايه؟ يعني ان انا احاول احط في دماغي ان انا مش عايز الدنيا توسع قوي مني، فاختار features واضحة. ماشي، يعني زي ايه؟ لما اجي اقسم مثلا عصافير، مثلا بختار بين العصافير والقطط مثلا، ما جيش اقول ان هي لازم تكون، يعني اختار حاجه مثلا دي عندها اتنين رجل ودي عندها اربعه مثلا. ماشي، دي حاجه discriminative feature باينه، دي عندها ريش ودي عندها شعر. ما اقولش مثلا ان دي عينيها تكون بني ودي عينيها تكون زرقاء، ما زودهاش يعني. اوكي، استخدم الensemble method زي random forest مثلا، هنشوف الكلام مع الكلام ده بعدين، واعمل بالانسنج للداتا سيت بتاعتي قبل التريننج. ماشي، عشان اتجنب ان التري بتاعتي تبقى بايز ناحيه كلاس معين يبقى هو اقوى. يعني ايه بالانسنج؟ يعني احاول اخلي العينات بتاعتي، لو انا مثلا بشوف حاجه بحسب على اولاد وبنات اخليهم تقريبا قد بعض. اوكي ماشي، العينات بتاعتي السامبلز بتاعتي الداتا اللي انا مدخلها تبقى تقريبا قد بعض، انها مثلا لو دخلت له صور ولاد اكتر ممكن يبقى بايس ناحيه الولاد اكتر ويتعرف على الولاد احسن ما يتعرف على البنات مثلا يعني. اوكي ماشي، طيب لو انا عندي فعلا صور الولاد اكتر من صور البنات اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها اندر سامبلينج، اقلل من الصور دي. اوكي، ريديوس ذا ماجوريتي كلوز. طيب نفترض ان انا ما عنديش معلومات كفايه، ماشي، يعني عندي مجموعه من الداتا بس مش كافيه، صور البنات قليله قوي. ماشي، هعمل حاجه اسمها اوفر سامبلينج. اوفر سامبلينج دي يعني ايه؟ يعني انت بتعمل داتا للماينورتي، بتعمل سينثاتيك داتا جنريشن. هل ده يعتبر غش؟ لا، ما يعتبرش غش. مثلا في الصور لما بيبقى عندي صور قليله وعايز اعمل صور اكتر بعمل ايه؟
بدخل له الصوره مره عدله زي ما هي، ومره الفها له 45 درجه وادخلها، مره الفها له 90 درجه وادخلها يعني اقلبها، وهكذا، بحيث ان هو ادخل له داتا. انا مش بدخل له داتا غلط، انا بدخل له داتا سليمه، بس انا اللي مغير فيها يعني، مغير في شكلها بحيث ان هو ايه، ازود بس المعلومات اللي عندي. ماشي. ايه العيوب والمميزات بتاعت التري كلاسيفايرز بتاعتنا؟ مميزات ان هما انتيوتيف، يعني سهل يعني ان انت تفهمها، ممكن احولها رولز، اذا حصل كذا اعمل كذا، اذا حصل كذا اعمل كذا. مناسبين جدا للكاتيجوريال داتا اللي هي زي ما احنا قلنا ان هو يعني قطه وكلب وولاد وبنات وبرتقان وتفاح وحاجات كده، سهل جدا ان احنا نبنيها، مش محتاج ان انا اعمل سكيلينج للداتا بتاعتي. ماشي. طيب عيوبها ايه؟ ان هي unstable. ما هو لو ما فيهاش عيوب كنا استخدمناها هي وبس. unstable لو انت غيرت في اي حته، في اي example تغير لك ان التري تبقى كلها شكلها مختلف. ان احنا بنحسب على ايه؟ احنا قلنا الياس والنو. لو غيرنا اي واحده كل الجينز والانتروبيز وكل الحاجات اللي حسبناها دي هتتغير. univariant يعني لو عملت، يعني انت ما تقدرش تعمل split غير على one attribute at a time. ماشي. ما ينفعش اجي عند النود واقول هشوف الهايست ديجري مع محتاج فيزا ولا لا، لازم تقسم على حسب اتريبيوت واحد او فيتشر واحد في المره الواحده بس. الشجره بتتقسم على حسب اوبشن واحد بس في المره. ماشي. وده يعتبر عيب. at choice at some node depends on the previous choices. يعني احنا شفنا ايه، انا جاي منين، ده يعتمد عليه هقسم القسمه الجايه ازاي. اوكي. وان انت محتاج تعمل بالانس للداتا زي ما احنا قلنا، مجموعة الصور بتاعت الولاد والبنات تبقى تقريبا قد بعض. ماشي. تمام كده نعتبر خلصنا بالنسبة للتري كلاسيفايرز. نشوف الحاجة التانية اللي عندنا. عندنا بعد كده هنتكلم على نوع تاني من ماشين ليرنينج اسمه نيف بايس. هنتكلم شوية على حبة probability rules. انتوا كلكم واخدين probability قبل كده فهنعدي عليها على طول. اوكي. الconditional probability ان انت لو given ان b موجود ايه probability ان يحصل ايه، يعني given ان الدنيا هتمطر ايه الاحتمال ان انت توصل في ميعادك مثلا. اوكي. فبياخد probability بتاعت الانترسكشن اللي بينهم، الانترسكشن هو ده، على probability بتاعت الgiven. اوكي. اهو المعادلة بتاعتنا. ايه البيز رول؟ بيز رول ان هي بتكتب لك البروبابيلتي بتاعت A انترسكشن B تساوي البروبابيلتي بتاعت B given A في البروبابيلتي بتاعت A او العكس. يعني ممكن اكتبها كده او كده، الاثنين بيدوني نفس الحاجة. تمام. probability of A given B بتساوي probability of B given A times probability of A على probability of B. كل دي قواعد انتوا عارفينها. ماشي. طيب المهم عندنا ان احنا نعرف المسميات دي. probability of A given B دي اسمها posterior distribution on A given B. posterior. اوكي. A is called prior, B is called evidence. probability of A given B is called likelihood. بالراحة كده. posterior يعني ايه؟ يعني انت جايبها كأنك جايبها من الاخر. اوكي. ماشي. probability of A given B اسمها posterior، كأنك جايبها من الآخر. ال probability of A prior يعني ايه؟ يعني هو ده اللي احنا بنهتم بيه، ده الحدث المهم ال prior بتاعنا. اوكي. المجرم الرئيسي هو ال probability of A ده. ماشي. probability of B عبارة عن ايه؟ ال evidence، ايه الأدلة اللي انت هتستخدمها عشان توصل للمجرم الأساسي اللي هو A، اللي عندك عشان توصل للجاني اللي هو ايه، يبقى الأدلة بتاعتك بي وعايز توصل بيها للجاني اللي هو ايه. ماشي. العكس بقى، probability of A of B given A دي بسميها likelihood، الحتة اللي بدور فيها. اوكي. ايه الاحتمال يعني. اوكي. طيب ده مجرد حبة تجميع يعني لحبة الرولز بتاعتنا بتاعت بايز رول. ماشي. A and B، A and not B. not B دي اللي هي بيتحط عليها شرطة. اوكي. ماشي. اوكي. متراجعة على التابل دي. التابل دي بتعمل ايه؟ التابل دي بتقسم السامبل بتاعتك لأربعة mutually exclusive events.
عندنا أربعة mutually exclusive events. probability في المارجنز اسمها marginal and وبتتحسب عن طريق ان انا اجمع الروز والكولوم. تمام، انا عندي probability of A and B، probability of A and not B، probability of not A and B، probability of not A and not B. المارجنز بتاعتي هتطلع لي ايه؟ هنا probability of A، هنا probability of not A، هنا المجموع كله لازم يطلع لي واحد، ان دي A ودي not A، يبقى المجموع بتاعهم واحد. طيب لو انا جمعت probability of A and B مع probability of not A and B هتطلع لي probability of B، والتانية هتطلع لي العكس اللي هو not B. طيب ده الشكل بتاعنا، دي قلنا ان هي بتبقى الشرطة اللي فوق. اوكي ماشي، ده مجرد شكل تاني بس للرول. اوكي، طريقة استخدام البيز، ان انت عندك patient عنده cancer، عندك patient عنده النتيجة بتاعته positive، ايه الاحتمال ان هو يكون actually عنده cancer. المسائل دي انتوا خدتوها يعني كتير جدا قبل كده في المادة بتاعت probability. انا ما درستكمش probability بس انا عارفة يعني درست سنين قبلكم، فده هنعدي عليه سريع كده. دي كلها rules رجعوها، ولو في حد فيكم في حاجة فيها ناقصاه يقول لي. اوكي طيب، احنا ليه بندخل probability هنا وليه جايبين base rule؟ ماشي، نبص على الclassification اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه. ان انا عندي given training data، التاسك بتاعي ان انا اعمل classification function. ماشي طيب، يعني اعمل mapping from x to y، اعرف لما يجي لي اكس اتوقع واي تبقى ايه. عايز اخلي المابينج ده يبقى في شكل فانكشن. ماشي، بس الفانكشن دي يكون فيها probability of x given y، probability of x given y. نتكلم على discriminative algorithms عشان نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. الفكرة بتاعته ايه؟ ان انا الموديل بتاعي يبقى probability of y given x. اوكي انا قلت لكم العكس هنا، سوري، يعني هي مكتوبة صح، انا قلتها غلط. probability of y given x ده المنطقي، ان انا عندي الاولاني عندي الانبوت x وعايزة اطلع لها الانبوت y. سوري. طيب الفكرة بتاعتي ان انا اعمل موديل بحسب فيه probability بتاعت y given x، ده conditional distribution of y given x. الديسكريمتيف الجوريثم ده بيقول ايه؟ ان انا بجيب decision boundary بتقسم بين البوزيتيف والنيجاتيف، يعني بحط حد فاصل بيحدد لي فين البوزيتيف بتاعي وفين النيجاتيف بتاعي. طيب بعمل كده ليه؟ عشان المره الجايه لما ادخله input جديد يعرف هو هيقع فين، هيقع في البوزيتيف ولا هيقع في النيجاتيف، هيقع في ناحيه دي. انا دلوقتي عندي خط في النص بيقسم، بدخله input وارميه. يعني انا مثلا عندي اهي عندي ثبت مقسوم مثلا، اوكي، وفي حاطط فيه سد في النص. اوكي، الحاجات التقيله هتنزل تحت والحاجات الرفيعه اللي خفيفه هتفضل فوق. اوكي، فانا برمي الاكزامبل بتاعتي واشوفها هتعدي الخط ولا مش هتعدي الخط. ماشي، ده بالنسبه لايه؟ للديسكريمتيف الجوريثم، ان انا بحط حد فاصل بين البوزيتيف والنيجاتيف واشوف الاكزامبل اللي انا هرميها دي هتقع ناحيه بوزيتيف ولا ناحيه نيجاتيف. الجينيريتيف الجوريثم ده مختلف شويه، الفكره بتاعته ان هو يبني موديل للبوزيتيف اكزامبلز. اوكي، شكلها ايه؟ وموديل للنيجاتيف اكزامبلز شكلها ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف زي ايه؟ مثلا زي التحاليل، خلينا نتكلم على التحاليل بما اننا في اللي احنا فيه ده. فيبقى ايه؟ ان احنا مثلا كل اللي طلع تحاليلهم بوزيتيف هدخلهم على نظام معين، النظام ده يحدد لي هل هم فعلا مرضى ولا لا، وكل اللي تحاليلهم نيجاتيف هدخلهم على سيستم تاني يحدد لي هل في احتمال يطلعوا مرضى ولا هم سلام فعلا. ماشي، طيب عشان اعمل ادخل نيو اكزامبل بقى في الموديل اللي هو جنريتيف ده، بعمل ايه؟ بعمل ماتشنج لكل موديل مع الاكزامبل اللي داخلها واشوف مين اللي مناسبه ليه اكتر. الموديل عباره عن ايه؟
عبارة عن probability of x given y وبدخله probability بتاعت ال y كمان معي. خلاص ده بيستخدم مين؟ بيستخدم Bayes rule عشان يجيب probability of y given x بتساوي probability of x given y في b of y على b of x. ماشي كده؟ هو كده حط رول وحط قوانين وموديل. طيب هيحسب الحسبة بتاعته ازاي؟ بيعمل بيحسب الماكسيمم ارجمنت ماكسيمم بتاع probability of y given x ويبدأ يحسب الحسابات بتاعته اهي بالطريقة دي. طيب الطريقة دي يعني صعبة شوية معقدة شوية، فقال هيجيب ايه؟ هيجيب الطريقة التقريبية، هيحسب probability of x given y في b of y من غير probability of x اللي تحت دي. ماشي. طيب ايه الفوائد بتاعت النايف بايس كلاسيفاير؟ probabilistic model، practical، عنده ممكن اعمل الابليكيشن بتاعته على natural language text documents، ان هو ان انا اقدر احلل ال natural language text زي التويتر مثلا لما بيحللوا تويتس. اوكي نايف عشان هو strong، عنده strong independence assumptions، يعني ان هو يعني بيحط حاجات مش realistic، يعني الحاجة اي حاجة realistic بتبقى ايه؟ مش يبيض يسود، بيبقى فيه رمادي شوية، ده بيعتبر حاجة اسمها الفازي، مش هنتكلم عليها دلوقتي. اوكي بس انا بحدد يبيض يسود، ده طويل ده قصير، ما عنديش حد اللي هو ايه طوله متوسط، ده طويل ده قصير، خلاص انتهينا. اوكي الفوائد بتاعته ان هو سيمبل موديل، برضو ان هو من السترونج ميثودز اللي اقدر اقارن النتائج بتاعتها بالديسيجن تريز والنيورال نتوركس في بعض الاحيان على حسب الابلكيشن. نبص على ايه اللي بيحصل. التريننج داتا بتاعتي بتتكون من ايه؟ اكس واي، اكس ده الفيتشر فيكتور وواي ده الليبل. يعني ايه الكلام ده؟ نقول تاني، الفيتشر فيكتور زي ما انا قلت لكم كده، ان انا عندي هقول انا عندي قلنا عصافير وقطط مثلا، فيبقى هختار الفيتشر ان دي عندها ريش ودي عندها شعر، اوكي فرو يعني، والواي هي الليبل ان انا بقول دي قطه ودي عصفور. عندي عدد دي من الفيتشرز وعدد ان من الاكزامبلز. الاكزامبل بتاعتك بيقول لك ايه؟ كان عندك دوكيمنت كلاسيفيكيشن، كل اكزامبل بتاعتك عباره عن دوكيمنت، الفيتشر بتاعتها عباره عن البريزنس او ابسنس اوف ا بارتيكولر وورد ان ذا دوكيمنت. زي ايه كده يعني؟ زي ان انا بدور مثلا نخليها فيري سيمبل، ان انا مسكت ال حاجة اللي في تويتر كلها مثلا وبدور على كلمة هيت. ماشي ده كده simplest form، يعني بدور على كل التويتس بمسكها واي تويتة فيها كلمة هيت باخدها على جنب. اوكي فهو كده بيدور على كلمة معينة موجودة ولا مش موجودة. ماشي لازم يكون عندنا training set. training set دي المجموعة اللي انا عارف ان عندي مجموعة من الجمل انا مدخل فيها كلمة هيت وبقول له دي فيها كلمة هيت، مجموعة من الجمل ما فيهاش الكلمة وبقول له دي سيف ما فيهاش الكلمة. ماشي لازم يكون عندي new examples. ماشي انا محتاج ان انا new examples اللي هدخلها دي بعد ما اعمله بنظم الدنيا واعمل الموديل وادربه كل حاجة. اوكي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل predict للليبل من new example، يعني هدخله جملة جديدة عمره ما شافها ويقول لي هي فيها كلمة هيت ولا ما فيهاش. اوكي الكلام ده هيتعمل عن طريق المعادلة بقى ازاي؟ بالطريقة دي، ان انا بحسب y new تساوي الارجمنت ماكس بتاع probability of y given a1 لغاية a d. هستخدم فيها Bayes rule، ان انا باخد ال y new واستخدم المعادلة بتاعة probability اللي احنا شفناها بنفس الطريقة، بس بدل a واحدة بحط a1 لغاية a d. تمام ده التبسيط بتاع المعادلة، ده المعادلة الأصلية وده التبسيط بتاع المعادلة اللي شفناه من شوية. طيب
انا من التريننج داتا اقدر احسب الحاجات دي، بي واي ممكن اقدر احسبها بكل سهولة، ان انا احسب الفريكوانسي اللي فيها كل ليبل بتحصل في التريننج داتا. يعني عندي كام واحدة، كام كلمة، في كام جملة فيها هيت مثلا وكام جملة ما فيهاش. طيب probability of a1 لغاية ad given y، ده مش صعب ان انا احسبها الا اذا كان عندي very large sample. يعني ايه very large sample؟ يعني عندي عينة كبيرة جدا، يعني عندي عدد كبير جدا من الجمل. عشان كده تويتر يبقى يعتبر example كويسة جدا ان احنا ندور على حاجة زي كده. اوكي نكمل. النايف بايس كلاسيفاير بتاعنا بيعمل simplifying assumption ان الفيتشرز بتاعته كلها conditionally independent given the label. ماشي؟ يعني given the label of the example probability بتاعت ان انت تشوف صلة بين A1 و AD هي مع حاصل الضرب بتاع probabilities بكل بتاع كل واحدة فيهم. اوكي دي قوانين بتاعت probability برضو. ماشي قوانين بتاعت probability من زمان رجعوا عليها برضو، او ما ترجعوش احفظوها زي ما احنا شايفينها. احنا مش هنحتاج منكم من الرولز بتاعت probability، مش هنحتاج اكتر من اللي احنا هنديه لكم. Y new هي الارجمنت ماكسيمم بتاع probability of y في المالتيبليكيشن بتاع probability of aj given y. j دي السميشن بتاع من 1 لغاية t. اقدر اعمل استيميشن للتو تيرمز دول من التريننج داتا. اقدر اعمل استيميشن للتو تيرمز اللي هما بي واي والprobability of aj given y. الالجوريزم بتاعي بقى بيتكتب ازاي؟ انا بعمل الليرنينج بتاعي على اساس ايه؟ احنا قلنا الفريكوانسي كاونت في الداتا سيت. بعمل استيميشن لكل probability of y for every y في السامبل سيت، وبعمل استيميشن لكل probability of a given y for every y في السامبل سيت كلها بتاعتي، for every a of i لكل a من اول واحد لغايه اخر واحده اللي هي الدي. الاي دي الفيتشرز، الدي دي الفيتشرز. وبعدين ده الليرنينج. احنا قلنا كل ميثود كل الجوريزم لازم يبقى فيه ليرنينج، وبعدين كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن ان انا ادخل نيو اكزامبل واحسب لها الارجمنت الماكسيمم بالطريقه دي، واشوف الواي نيو بتاعتها هتطلع لي تبع مين. مفيش موديل يعني واضح، احنا بس بنحقق كاونت الفريكوانسي بتاعت الفيريس داتا كومباينيشن في التريننج اكزامبلز بتاعتي. طيب نشوف اكزامبل. هنا عندي نفس الاكزامبل اللي عملناها بالديسيجن تريز، بس هنا هنعملها نعملها بالبايس. عندي اهي دي الاكزامبل اللي انا عايز اعرف هل احط لها يس ولا نو. تمام هعمل ايه؟ هحسب الحسابات بتاعتي. ماشي بنفس الطريقه اهي probability of yes على probability of no. المره اللي فاتت كنا بنحسبهم كانديفيديوالز، المره دي اهي probability يعني كنا بنحسب الياس والنو اللي هيتغير. بنفس الطريقه احنا بنحسب الياس والنو، بس اللي هيتغير الطريقه بتاعه الحساب بتاعه ايه الارجمنت الماكسيمم بتاعي. بحسب الكونديشنال probability دي زدت علينا. اوكي وبشوف واي نيو دي هتساوي يس ولا نو. اوكي ماشي بعمل استيميشن للبروبابيلتي بتاعتي ازاي؟ عن طريق الام استيميت بتاعت البروبابيلتي، عن طريق اللي هي ان انا عندي ان سي دي التوتال نمبر اوف اكزامبلز في كل كلاس. ماشي الام دي عدد الايكويفالنت سامبل سايز، البي دي البروبابيلتي احنا عارفين، الان واي ده توتال نمبر اوف اكزامبلز في كلاس for which the class is y. ماشي total number of examples for which the class is y. ماشي x of j تساوي a of j. ماشي انا الطريقه بتاعه الحساب بتاعتي ان انا بشوف total number of examples for which the class is y and feature xj بتساوي aj. اوكي ان c دي اللي اتحققوا فيها
الفيتشر اللي انا بدور عليها. اوكي ان واي دي التوتال كله في كلاس واي، الام ده الايكويفالنت سامبل سايز، انا بدور في عدد قد ايه. خلاص ماشي. زي هنت كده او تيب ان انت تعمل اوجمنت للسامبل سايز باي ام فيرتشوال اكزامبلز، يعني زي ما احنا قلنا كده تزود عدد الاكزامبلز بتاعتك. ماشي. ويبقى طيب طب انا هزود فيرتشوال على اساس ايه؟ ان هم يبقوا متوزعين للبراير بي، البراير استيميت بتاع اتش فاليو. لو البراير بتاعك او probability بتاعتك unknown اعمل يونيفورم براير. يعني ايه؟ لو عندك عدد فيتشرز لها كي فاليوز ممكن تخلي البي بتاعتك بواحد على كي. الفيتشرز دي اللي هي الاتريبيوتس بتاعتنا اللي هي ايه؟ جي. ماشي. ازاي اعمل تكست كلاسيفيكيشن؟ اول حاجه ليه بعمل تكست كلاسيفيكيشن؟ ان انا بختار الارتكلز اللي الواحد مهتم بيها، يختار لك الاعلانات اللي هو يطلعها لك، ان انت تعمل الويب بيجز باي توبيك، ان انت تفلتر السبام بتاع الايميلز. من اهم الحاجات اللي بيستخدموا فيها ده هو النايف بايس. ماشي. طيب استخدم ايه كفيتشرز او اتريبيوتس ان انا اعمل ريبريزنتيشن للتكست دوكيومنتس بتاعتي؟ لو انا عندي دوكيمنت لازم اعرف اتريبيوت لكل وورد بوزيشن في الدوكيمنت. ماشي. الفاليو بتاع الاتريبيوت هو الانجليش وورد في المكان ده. ماشي. عشان اقل عدد probabilities ان انا محتاج احسبها لازم اعمل assumption تاني ان probability بتاعت الورد المعينة، probability ان word معينة تحصل independent من مكان الورد دي في التكست. يعني احنا زي ما كنا بندور على كلمة هيت مثلا، ما تفرقش معايا هيت دي جت في الاول جت في الاخر جت في النص، انا بدور على كلمة هيت وخلاص مكانها ما يفرقش معايا، المهم انها موجودة. ماشي. بيحسبها بالمعادلات ازاي؟ بالطريقة دي ان b of word occurrence على word occurrence given c of J. ماشي. اوكي. طيب نكمل. بتتحسب ازاي probability of word occurrence given c of J دي؟ ان انا بقول ان total number total word positions in all training examples of class CJ، اماكن كلها اللي هو NJ، NK ده عدد مرات ال occurrences اللي موجودة في ال NJ word positions دي. ماشي. واحسب الحسبة بتاعتي دي، ال vocabulary دي اللي هي كل الكلمات اللي بدور عليها. ال following function دي بتحدد لك probabilities بتاعت ال word occurrence given CJ اللي هي class معين، وبتحسب لك probability عن ان انت تسحب جمله، تسحب كلمه من النص كده وتشوف هي الكلمه اللي انت بتدور عليها ولا لا. ماشي. من الفيتشرز بتاعت النايف بايس ان هو linear classifier، سيمبل وسهل ان انا اعمله وبيشتغل كويس جدا على التكست. اوكي تمام. احنا كده نعتبر خلصنا ده كمان.